الاهلي لديه استقرار اكثر من نادي الزمالك، ده الكلام اللي قاله نجم ليفربول الانجليزي ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح. بيقول ان النادي الاهلي يا جماعه متفوق عن نادي الزمالك بسبب الاستقرار اللي عنده، كل اللعيبه كده اللي فيه عارفه انهم ماشيين على سيستم او نظام معين، يا اما تكون على السيستم والنظام ده يا اما انك تكون خارج المارد الاحمر. يعني كده باختصار كده في تفوق بالنسبه للاهلي والزمالك، ان الاهلي عنده استقرار في نظام معين وده اللي مخليه اصلا متفوق على نادي الزمالك. اما بقى عن نادي الزمالك فقال ان انا ما اعرفش كتير عن نادي الزمالك، وقال ايضا ان هو مش بيتابع الكره المصريه كتير، يعني تركيزه كله طبعا في التدريبات بتاعته، تركيزه كله في الفريق ليفربول، تركيزه كله لما بيكون في المنتخب. ولكن هو ده باختصار القصه كلها اللي حصلت، او الكام جمله بتوع النادي الاهلي ونادي الزمالك. انا عارف ان دول هيعملوا ضجه كبيره جدا، فانا لخصتهم لكم كده فاقل من دقيقه اهو زي ما انتم شايفين. قلت لكم على القصه بالظبط ايه قال ايه كابتن محمد صلاح، لان انا عارف حد زي محمد صلاح يقدر ان هو اي كلمه يقولها يخلي العالم كله يشوف ويتابع محمد صلاح. كل التوفيق لنجم ليفربول الانجليزي، وكل التوفيق لكل انديه مصر بلا استثناء. اشترك في القناه وفعل زر الجرس.